تقول: إذا طفت وسعيت وخرجت من العمرة دون أن أقص من شعري نسيانا، فما الحكم؟ الحكم أنها لا تكمل العمرة إلا بقص الشعر، تقص الشعر ولو مضى وقت، ولو مضى وقت، ولو كانت في أي مكان، ولو في بلد، تقص الشعر لتكمل عمرتها. وإن كان حصل عليها جماع قبل أن تقص شعرها فإنها تجب عليها فدية، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. أما إذا لم يحصل عليها جماع فالواجب عليها القص ولا تكمل عمرتها إلا بذلك. نعم.